بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في الجو المغيم الجميل بتاع النهارده ده هنعلمك بإذن الله ازاي تنظم وقتك في الثانوية العامة. في ناس كتير بتشتكي من ايه، من فكرة ان هو مش قادر ينظم نفسه، مش قادر ينظم وقته. يقول لك مثلا الوقت ضيق يا مستر، عندي حاجات كتير قوي متراكمة ومش عارف اراجعها، هل هلحق ولا لا. كل الكلام ده هنجاوب عليه النهارده بتطبيقات عملية وخطوات بسيطة تعملها كل يوم. صلى على رسول الله عليه الصلاة والسلام. انت متوسط اكتر 5 تقعد معاهم. لو انت قاعد مثلا مع 4 يعتبر بيذاكروا بيجتهدوا بيطوروا من نفسهم كل شويه، وانت الخامس بتاعهم، لو انت حتى مستواك مش كويس هتلاقي نفسك بتعلى مع الوقت عشان انت بتقعد مع الناس كتير. لو في 4 متدينين مثلا وانت مش متدين قوي، مش بتصلي مثلا، لما تقعد معاهم ده هيقول لك يلا نصلي الظهر، يلا نصلي العصر، يلا نصلي المغرب، هتلاقي نفسك مع الوقت بتتشد ليهم، مع الوقت بتبقى زيهم. فانت متوسط اكتر 5 بتقعد معاهم، فحاول دايما تخلي نفسك وسط ايه، وسط مجتمع، وسط ناس بتطور من نفسها، بتذاكر، بيشوفوا المدرسين، بيشوفوا ايه الجديد، بيتابعوا اول باول، بينافسوا بعض في الواجبات والاسئله، مش بيتصافروا على بعض او مثلا واحد مش سالك مع التاني. لا، بتكلم عن ناس سويه. دلوقتي بتكلم عن الاسوياء، الناس السويه اللي هم عادي بيذاكروا وبيجتهدوا ويعملوا اللي عليهم. حاوط نفسك دايما بناس كويسه. يا مستر انا مش لاقيهم، يا مستر انا حواليا اصحاب مش كويسين. محدش فرض عليك الصحاب المش كويسين، فترة وعدت خلاص، دلوقتي حاول تغيرهم، حاول تبعد عنهم. قول لهم صراحة كده، قول لهم انا مش عايز اقعد معاكم، متضايق، معلش مش متضايق شوية، قرفان، ايا كان بقى قولها لهم ازاي. لكن عموما مفيش حد هيساعدك لو جبت درجة وحشة، محدش هيساعدك لو مستقبلك ضاع بسبب عيال مش كويسة. عشان كده قولهم مليون مرة يا جماعة الصحاب مهمين. طيب انت غلطت في اختيارهم قبل كده، خلاص نصلح بقى الغلط ده ونتدارك الخطأ ده وانقاذ ما يمكن انقاذه، ونحاول نبعد عنهم ونشوف ناس كويسة. ما قلناش ناس كويسة خلاص نبقى لوحدنا. بس العموم والمهم ابعد دايما عن اي شخص بيستنزفك، اي شخص بيستنزفك وبينزلك لتحت ابعد عنه دلوقتي. النقطة اللي عندنا بعد كده، ما تعملش جدول، اعمل قائمة مهام. ايه الفرق بين الجدول وقائمة المهام؟ الجدول اللي هو ايه، انا مثلا النهاردة هذاكر من الساعة 2 للساعة 3:30 عربي، ومن الساعة 4:30 لحد الساعة 7:45 رياضيات مثلا، مش عارف من الساعة 6 ومعرفش وكده. ده ما ينفعش يا جماعة، ده اسمه جدول. الجدول مش بيمشي من الاخر كده، ما ينفعش تمشي كده زي بيقولوا كده بالتفتوف زي ما بيقولوا، اللي هو يعني ايه بمشي بالثانية. ما ينفعش امشي بالثانية يا جماعة، شغل بالثانية ده مش بياكل عيش. مفيش حاجة اسمها هذاكر من الساعة 10 للساعة 12 ومن 12:15 لحد 12:30 ابقى في الحمام، مفيش حاجة اسمها كده. لا مفيش حاجة اسمها كده، ازاي تحكم نفسك اصلا بالوقت ده؟ الاحسن انت تعمل قائمة مهام. قائمة مهام يعني تقول مثلا النهاردة بإذن الله هذاكر عربي وانجليزي وفرنساوي، وتقسمهم بقى. العربي زي ما اتفقنا هذاكر مثلا قصة اول 3 فصول، وهراجع مثلا اول واحدة في النحو، وهتفرج على مستر محمد ماهر وبيحل مثلا تدريبات كتاب الامتحان. ده بالنسبة للعربي. بالنسبة للفرنساوي هراجع مثلا على كلمات الوحدة التانية، واحل من صفحة كذا لصفحة كذا. ده اسمه قائمة مهام. طب اعملهم في قد ايه؟ براحتك بقى، معاك اليوم كله اتصرف فيه، اتصرف فيه بقى، وقسم ده على ايه، على اليوم كله. لكن ما تقولش مثلا من الساعه 2 للربع لثلاثة لثلث، ما فيش حاجه اسمها كده، ده كله ما بياكلش عيش. اعمل قائمه مهام، تو دو ليست، مش ايه، مش جدول. اتعلم دايما تقول لا. يا ريت اتعلم تقول لا. يعني هتلاقي دايما في صحاب مثلا يقول لك بقول لك ايه، ما تيجي النهارده نروح مثلا نخرج ما اعرفش فين، تعالى نسافر مثلا ما اعرفش ايه. طبعا في ناس دلوقتي تقول لك ايه يا مستر، يعني كده ما نفرحش نفسنا، يعني مستر ما نخرجش وما ننبسطش وما نكافئش نفسنا. انا ما قلتش كده، انا اصلا مع نظريه اللي بتقول لك كل يوم تكافئ نفسك، لو تعرف كل يوم تكافئ نفسك، لو تعرف كل اسبوع تخلي ليك يوم اجازه. انا عن نفسي كنت ثانويه عامه كنا عاملين يوم الجمعه ده مثبتين حجز كوره على طول، واليوم كله من اوله لاخره اجازه، بنخرج بقى نلعب في بلاي ستيشن شويه، نلعب كوره شويه، نروح نصلي، بعدين نتمشى على الكورنيش، نشم هوا، نشرب عصير، واحد شاورما، الحاجات دي كلها. فالاصل ان انت تكافئ نفسك، مكافاه شيء عادي. لكن لو جالي حد نص الاسبوع كده او بعد يوم يعني من المكافاه وقال لي بقول لك ايه، ما تيجي النهارده نخرج، ساعتها اقول له لا معلش. اتعلم بقى هنا تقول لا. في ناس بتتكسف، يعني في ناس اصلا بتتكسف، ما تعرفش تقول لا لاي اصحاب جديده، ما تعرفش تقول لا مثلا لاي اصحاب مثلا بيودوهم ناحيه سكه غلط، ولا بيتحشد معاه في الدرس مثلا، ولا بيقعد يركز على درجاته. يعني مثلا واحد صاحبك بيركز على درجاتك ويقعد مثلا ينخرب وراك كل شويه وعايز يوقعك، واحد تاني مش بيحب لك الخير. اتعلم تقول لا وتبعد عنهم، تقول له معلش انا مش عايز اقعد معاك، معلش ابعد عني، معلش انا هغير المجموعه دي هروح مكان تاني. اتعلم دايما تقول لا للناس اللي بتعطلك وبتعطل من تنظيم وقتك بالذات. الوقت مفيش اغلى منه يا جماعه، هو اغلى سلعه موجوده عندك، مش في ثانويه عامه بس، لكن في كل حاجه في حياتك. فلو ما اهتمتش بيه واعتبرت ان هو ملوش سعر، اي حد تاني مش هيقدره ان ليه سعر. اذا كنت انت نفسك مش مقدر البضاعه بتاعتك، فازاي حد تاني هيقدرها؟
اتعلم تقول لا. قسم المهام الكبيره وما تخليهاش كبيره، خليها حاجات صغيره. ما تقولش هذاكر عربي، مفيش حاجه اسمها هذاكر عربي، او مفيش حاجه اسمها مثلا هخلص الفيزياء الكهربيه مثلا، مفيش حاجه اسمها كده. في حاجه اسمها تقسم، يعني في حاجه اسمها النهارده باذن الله في العربي هكون مذاكر مثلا اول 4 فصول من القصه وهراجع عليهم وهحل من كتاب الامتحان، وفي حاجه اسمها مثلا بكره باذن الله هحل على درس اسم الفاعل واسم المفعول وصيغه مبالغه من كتاب مثلا فلان. ده اسمه ايه يا جماعه؟ اسمه تقسيم. انت بتشوف الكتله الكبيره اللي هي العربي دي بتقسمها وحدات، والوحدات بتقسمها دروس وتوزعها على الايام، توزعها براحتك بقى، ممكن النهارده تخلص المنهج كله بكره ايا كان، لكن عموما قسم ده على حسب المقدار اللي انت تقدر تاخده في اليوم. واحد مثلا ممكن في اليوم ياخد القصه كلها، واحد تاني ممكن ما يعرفش، هو بالنسبه له لا 3 فصول قصه واتنين نحو مثلا درسين وقطعه قراءه، ده بالنسبه له كويس جدا. كل واحد ليه قدراته، بس اهم حاجه ما تسيبش المهمه الكبيره مهمه كبيره كده، ما تقولش هذاكر نحو هذاكر عربي، ما تسيبهاش عايمه كده، لازم تقسمها حتت صغيره. عشان تنظم نفسك في الثانويه العامه لازم تخلق بيئه عمل. يعني ايه تخلق بيئه عمل او تصنع بيئه عمل؟ بيئه العمل المقصود بيها المكان اللي بيسهل عليك الشغل، اللي هو يعني هنا المذاكره. يعني ايه يا جماعه؟ يعني مثلا انا عن نفسي لما كنت ثانويه عامه البيت عندنا كله اوضتين وصاله، فانا محتاج مكان اقعد فيه، لكن المشكله ان احنا بيتنا ضيق مفيش مكان. فساعتها خلقت بيئه عمل، جيت كده في مكان على جنب وحطيت كده ايه الترابيزه بتاعتي، يعني مكان يعتبر ابعد حته في الشقه، يعني المكان اللي هو ايه على الاقل الصوت فيه اللي هيوصلني هيبقى قليل، وقلت لهم يقفلوا باب الاوضه دايما. وساعتها حاولت ايه، حاولت حتى يعني انظم الاوضه اللي انا فيها. حاول دايما تنظم الاوضه اللي انت فيها، يعني مثلا لو عرفت تحط ستاره كده في المكان انت بتذاكر فيه يعني ما فيهاش مشكله. لو عندك اوضه فاضيه في البيت تذاكر فيها يا ريت قوي. نظم بقى الاوضه دي او نظم المكان ده او الركنه دي او الحته دي اللي انت هتذاكر فيها بحيث تكون هي مكان مهيئ للمذاكره. اقول لكم على حاجه يا جماعه، انا لما كنت ثانويه عامه كنت بذاكر في اوقات كتير جدا على السلم، تخيلوا. اه والله السلم بالنسبه لنا يعني يعتبر العماره بتاعتنا كان باب كده عمومي وفي باب تاني كان يعتبر فيه كام شقه، المهم يعني كان تصميم غريب كده. ايا كان انا كنت بقعد على السلم عشان السلم مش يعني ما فيش حد كتير بيطلع عليه، فبالنسبه لي السلم احسن من البيت. فكنت بقعد على السلم وجبت الترابيزه بتاعتي والشاي والكتب والحاجات دي، وكنت منظم وقتي ان انا اذاكر هناك. وبالفعل كنت بنجز جدا ان انا كنت بعيد عن المشتتات ومفيش نت معايا، مفيش دوشه، مفيش اي حاجه. فحاول دايما تخلق بيئه عمل، شوف مكان في الاوضه كده بتاعتك وحط فيه المكتب بتاعك او الترابيزه اللي بتذاكر عليها ايا كان، هات الكتب جنبك، دايما خلي الكتب جنبك، حط جنبك الميه ولو عايز تحط سندوتشات ولا حاجه خليها جنبك. طبعا هتاخد راحه مفيهاش مشكله، اي حد بياخد راحه مثلا بيذاكر نص ساعه يريح 5 دقائق 10 دقائق كلنا بنريح، لكن عموما لازم تخلي بيئه العمل اللي حواليك كلها مهيئه للمذاكره. ما تذاكرش على السرير، ما تذاكرش بقى في الصاله وسط الناس كده واخوك الصغير يعدي فتلسعه بالقفه ويمشي، ما تذاكرش بالطريقه دي. مفيش حد بيجيب مجموع او بيعمل انجاز في حياته بينجز يعني بالطريقه دي، لازم تخلق بيئه عمل مخصصه للمذاكره او على الاقل مكان يعني يعتبر مهيئ للمذاكره او مناسب، حتى مناسب للمذاكره او ينفع يعني تذاكر فيه. لازم تحدد المشتتات بتاعتك، تحدد المشتتات يعني تقعد مع نفسك يوم كامل وتشوف ايه اللي بيضيع وقتك. النقطه دي من اهم النقط وممكن تكون دي اهم نقطه في الفيديو اصلا، ركز معايا في النقطه دي بجد. لازم تحدد مشتتاتك يعني تقعد في اليوم كله وتشوف ايه اللي بيشتتني. يعني مثلا الاقي نفسي ضيعت النهارده على التليجرام ساعه الا ربع، الاقي نفسي مثلا ضيعت على الفيس النهارده ساعه، وعلى الواتس مثلا 3 ساعات. النهارده مثلا واحنا قاعدين في البيت اتفرجت على حلقتين من المسلسل مع اني ما كنتش قاعد معاهم، بس انا كنت وانا معدي من الطرقه كده بتفرج كده ايه لمحه سريعه، باخد الكرسي واحطه في الصاله واتفرج من بعيد. النهارده مثلا قعدت على انستا شويه ساعتين كده ولا ساعه ونص، لما تيجي تبص في الاخر على مجموع كل ده تلاقيه رقم ضخم، 11 ساعه 12 ساعه ضاعوا في لا شيء. ضيعت مثلا ساعتين ونص في الميكروباص النهارده، 3 ساعات وانا مستني صاحبي. ده كله عمرك ما هتعرفه غير لما تقعد مع نفسك يوم كامل وتركز على المشتتات بس، تركز على الحاجات اللي شتتتك النهارده وتقعد تحددها ايه هي. تجيب ورقه وقلم وتكتب النهارده انا ضيعت ايه وايه، الوقت ده راح في ايه بالظبط. تقعد مع نفسك كده يوم كامل وتحدد ايه اللي غلطت فيه. مش لازم تصحى بدري. يعني ايه مش لازم تصحى بدري؟ ناس كتير عندها اعتقاد في الثانويه عامه يقول لك لازم تصحى مثلا بعد الفجر. هو طبيعي وده شيء مؤكد ان احنا كلنا نصلي الفجر، ده شيء مفروغ منه، صلاه الفجر مهمه جدا والصلوات كلها عموما مهمه، لكن ده مش معناه انك تذاكر بعد الفجر. في ناس كتير يا جماعه ما عندهاش القدره انها تصحى بدري. انا عن نفسي النهارده ده يوم معجزه بالنسبه لي ان انا صاحي بدري وعامل الفيديو ده، لكن انا في الطبيعي وفي العادي وحتى لما كنت ثانويه عامه كنت بسهر. السهر بالنسبه لي كان اسهل، انا سهل جدا ان انا اقعد بعد العشاء اقعد لحد الفجر اذاكر، ده بالنسبه لي سهل جدا مش صعب.
انا ضامن ان انا اسهر لكن مش ضامن اصحى بدري. طيب هل ده كده خليني اجيب درجه وحشه؟ لا، الحمد لله بفضل الله جبت 96%. فطبيعي جدا تقول مثلا انت من النوع اللي بيسهر، واحد تاني غيرك يكون من النوع اللي بيصحى بدري، ما فيهاش حاجه. بس اهم حاجه طبعا نحافظ على صلاه الفجر زي ما اتفقنا، لكن لازم نقضي على اشاعه ان انت لازم تصحى بدري. الصحيان بدري جميل، وطبعا البكور زي الرسول علمنا فيه بركه، كل الحاجات دي جميله، لكن في ناس هي ما بتعرفش تصحى بدري، في ظروف معينه عندها، او مثلا عندها يعني مشاكل في البيت، في دوشه في البيت، في حد بيروح الشغل فبيصحي الباقيين، ايا كان يعني، في كل واحد عنده ظروفه فمش عارف يصحى بدري. فطبيعي جدا ما يصحاش بدري يا جماعه، اهم حاجه انت تذاكر في اليوم، مش شرط تصحى بدري. عشان تنظم وقتك في الثانويه العامه لازم تصلي الصلوات بتاعتك، تركز على الصلوات بتاعتك كل يوم وتدعي ربنا كل يوم. طبعا ممكن تقول ايه علاقه ده بالمذاكره؟ لكن يا جماعه ما ينفعش نفصل الدين عن الدنيا زي ما اتفقنا. الجانب الروحاني مهم جدا في تنظيم وقتك، ومهم جدا لحياتك عموما. عشان تنظم وقتك ان عندك 5 صلوات في اليوم، الخمس صلوات دول نفسيا حتى سايكولوجيكالي لو انت لما تيجي تصلي الخمس صلوات في اليوم بتحس براحه وطمانينه وسلام، ده رقم واحد. رقم اتنين ده بيحسسك بشيء من الالتزام يا جماعه، سيلف كوميتمنت، التزام ذاتي، ذاتك نفسها بتلتزم. انت دلوقتي لما تسمع الاذان بتقوم تصلي. الرسول عليه الصلاه والسلام سيده عائشه كانت بتحكي، كان بتقول ان هو كان بيقعد دايما في خدمه اهله وبيساعد يعني اهله في البيت، يعني زي دلوقتي زي عندنا مثلا بيغسل المواعين، يساعد مثلا في نشر الغسيل، الحاجات العاديه دي. لكن يعني اذا حضرت الصلاه يعني قام ولم يعرفه منا احد، لما تيجي الصلاه يعني بيقوم كان ما حدش يعرفه، عارفين كده الصلاه جت خلاص يلا خلاص الرسول يقوم، دي مهمه معينه بتعملها. فانت لو حافظت على الصلاه بتاعتك كل يوم ده كله بيحسسك بشيء من الالتزام عموما، مش قصدي الالتزام الديني، الالتزام عموما، انت ملتزم عندك حاجات معينه لازم تعملها كل يوم. ده لو حافظت عليه كل يوم طبعا بجانب ان انت بتدعي ربنا ان ربنا يوفقك وان ربنا يسعدك وان ربنا يعني يحافظ على وقتك ويبارك في وقتك، ده كله هيفرق جدا في تنظيم وقتك. مهم جدا تصلي كل يوم، مهم جدا تدعي ربنا كل يوم، تعمل ليك ورد دعاء ربع ساعه تلت ساعه تدعي ربنا وتساله. واوعى تبقى زي الناس اللي يقول لك ايه يعني انا هلجأ لربنا دلوقتي، يعني انا ما لجأتش في الرخاء هلجأ في الشده، انا كده بتاع مصلحتي. مفيش حاجه اسمها كده. اسالك سؤال، لو انت ما رجعتش دلوقتي ترجع امتى؟ يعني ببلدي كده، لو انت ما رجعتش لربنا دلوقتي في الوقت اللي انت محتاجه فيه هترجع امتى؟ ملناش غيره، اما ان يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض، اله مع الله. محدش غير ربنا هيفرج عنك اللي انت فيه. عشان كده من دلوقتي لازم ترجع لربنا كل يوم. في الاخر احب اقول لكل طالب ثانويه عامه ان تنظيم الوقت ده شيء مهم جدا، يعتبر اهم حاجه اصلا في الثانويه العامه. يعني طبيعي في اوقات ما تلتزمش قوي بالكل الكلام اللي احنا قلناه، طبيعي في اوقات تقع فيها، ما تبقاش ممتاز قوي. مش كل الاوقات يا جماعه زي بعض، ومش كل الايام احنا بنكون نفس الريتم او نفس المستوى، طبيعي بننزل في اوقات وبنعلى في اوقات. لكن عموما خلي الغالبيه العظمى من الفتره بتاعت الثانويه العامه هي فتره ايه؟ فتره انتظام. حتى لو انت قصرت في الايام اللي فاتت انتظم اللي جاي. الانتظام يا جماعه هو اللي بيعمل اي شيء، هو اللي بيحقق المستحيل. وافتكر في الاخر قول الرسول عليه الصلاه والسلام، المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وان اصابك شيء فلا تقل لو اني فعلت كذا لكان كذا، فان لو تفتح عمل الشيطان. كان معاكم مستر محمد ماهر، لو حد عنده اي سؤال بخصوص الوقت او بالعربي عموما يكتبه في التعليقات وباذن الله هنجاوب عليه. ولو حد برضو يا جماعه عايز يفيد غيره ما ينساش يبعت الفيديو ده لكل اصحابه، محتاجين نوصل الفيديو ده لكل طالب في مصر. اتمنى توصلوا الفيديو لكل طالب وتبعته لكل اصحابك. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك واتوب اليك. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.